أفادت مصادر الحدث بإصابة مدير الاستخبارات العسكرية في محور تعز العسكري العميد عبد البحيري وعدد من مرافقيه إثر محاولة اغتيال تعرض لها صباح اليوم في مديرية المسراخ غربية تعز. وقالت مصادر عسكرية إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء خروجه من منزله في ريف محافظة تعز. وبحسب المصادر فإن العميد البحيري قد أصيب بجروح طفيفة، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح بليغة. معي مباشرة من تعز مراسل الحدث هايل سعيد، أهلا ومرحبا بك بهايل. ما الذي حصل تحديدا؟ التفاصيل المتوفرة حول محاولة أو عملية الاغتيال هذه. نعم، الذي حصل هو كان العميد عبد البحيري مدير الاستخبارات العسكرية في محور تعز في طريقه إلى المدينة، تحديدا في منطقة العارضة بمديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز. تم انفجار عبوة ناسفة عن بعد طبعا بحسب تصريح العميد، ومحاولة اغتيال القائد مع المرافقين الشخصيين له، لكن ما نستطيع أن نؤكد بأن القائد أو العميد عبد البحيري نجا من عملية الاغتيال مع عدد من مرافقيه. هناك إصابات طبعا في العدد في ثلاثة مرافقين بحسب إفادة مصادر طبية. هناك أحد المرافقين الشخصيين لمدير الاستخبارات في حالة خطرة، لكن اثنين من المرافقين الآخرين هم داخل قسم الرقود في مستشفى الثورة في تعز. العملية كانت صباح اليوم، وكذلك حسب تأكيدات العميد بأنه لم تستطع حتى الآن الأجهزة الأمنية معرفة الجهة التي تقف خلف هذه العملية. أيضا هاي يعني من الملاحظ أنه كانت هناك العديد من عمليات محاولة الاغتيال لقادة عسكريين. يكمن السؤال في كيفية استطاعة ترتيب المتهمين أو الحوثي تلك العمليات. نعم، هناك العديد من العمليات الإرهابية التي سواء كانت في مناطق محافظة تعز أو في المناطق المحررة تقف وراءها ميليشيات الحوثي الانقلابية بزرع جواسيس وكذلك بزرع خلايا نائمة داخل هذه المحافظات، لكن الأجهزة الأمنية خصوصا في محافظة تعز تستطيع يعني ألقت القبض على عدد من الخلايا، وآخرها ألقت أيضا قبل أيام القبض على خلية كانت في نقطة الهنجر كانت ناوية بالدخول إلى محافظة تعز. الميليشيات الحوثية تحاول استهداف الأمن داخل محافظة تعز وكذلك إقلاق الفوضى وإقلاق الأمن والمواطنين أيضا، ليس فقط على الجانب أو على جبهات القتال أو الأحياء الشرقية أو الأحياء الغربية التي تقصفها بالطيران المسير وكذلك بالقذائف الهاون أو الهوزر، بل أيضا تعمل على تهديد الأمن وتهديد السلم الاجتماعي داخل المدينة بهذه الخلايا. الآن الأجهزة الأمنية تحركت إلى موقع الحادثة في مديرية المسراخ وطوقت المكان، وهناك بحسب تصريحات عسكرية بأن الإجراءات لا تزال مستمرة في التحقيق في ملابسة الحادثة ومعرفة الجهة التي تقف خلف هذه العملية. إذن من تعز مراسل الحدث هايل سعيد، شكرا جزيلا.